خلص ساعة بتحركش متصورني، صورني مع موبايله كمان. انا صورتك. ايه ليك الموبايل؟ لغاية كذابة يا رجل. ليك شوف موبايله. لك كذابة. شوف موبايله. شو موبايلي؟ طلع موبايلي. لك ما انت قلت لي صورني موبايله، انا ما صورت موبايلي، صورني موبايلك انت. لك انت قلت لي صورني. حركشت ثلاث ساعة ولا ممكن اتصور معاكي؟ وصورني موبايلك. كذابة والله كذابة. ما كذابة، فرجيني التليفون. فرجيني التليفون. لك غير تصرخ انت الثاني. لك انت شو عامل؟ اليوم جيناكم فيديو جديد مقلب بمحمد ديمو، اوكي؟ اليوم هنادي جاي لعنا، اوكي؟ والشاب معاه احمد كمان. محمد. ايوه انت احمد وانا احمد. ايوه احمدات. ملاحظة صغيرة يا جماعة الخير. لسه ولا مره صار مقابله بين محمد وهنادي واحمد، اوكي؟ لسه محمد ما بيعرفون، فلهيك خطر لي في بالي مقلب حقير هيك نمسكه فيه ونجيب اجله فيه، اوكي؟ خليكم معنا، لا تنسوا تحطوا لايك لهذا الفيديو، توصلنا هذا الفيديو ل 10,000 لايك وانتظروا معنا المقلب. يلا 10. اسمعي، مثل ما قلت لك، مثل ما اتفقنا ناكل، شفتي؟ انا اروح اللي عنده بلشي المقلب بعدين بتطلع، تمام؟ يلا روح لبلشي تطلع. شباب المقلب شيء خرافي، بيطلع شيء ما هلا. في كمان كاميرا قدامه، تمام؟ الشاب اللي قدامه حاطينه عم بيصور قدام محمد من دون ما هو يحس، اوكي؟ في هي الكاميرا وفي كاميرا هونيك، تابعوا الفيديو. هون بدي اجي اصوره. وين هشام اللي جاي؟ هلا بروك شوي، لو بروك شوي هلا دق لي تليفون تعال شوفني، بس بدي اروح اشوف وجهي. خليك انت ماشي، ما تطول انت، تظبط وضع هوني. بوظت بوظت. مو بدك تصور هون، ايش بدك تصور؟ خلصني يلا روح صور. يلا بدي اظبط وضع هيك، لا تطول. والله برد، والله تاخر الجحش. خلص يا احمد، عزيز عزيز. وانت محمد اليوتيوبر؟ اي انا. كثير انا معجب فيك، انا من متابعينك. تسلم. هذا من زمان. ممكن اتصور معك صوره؟ ها؟ اتصور معك صوره. انا من هذه ما في شكل. اتصور موبايلك اذا ممكن. موبايلي؟ تصورني موبايلك؟ ايه. خليها موبايلك. لا موبايلك ما فيه، اوس موبايلي شحن. طيب طيب. تمام، بس شو رح ابعث لك اياها؟ عندك على الواتس؟ على الواتس. خليها على انستا. انستا انستا. تمام. شو هي اسمك؟ تمام صاروا عندك. طبعا صورة ثانية بس هون هون كثير حلو المنظر. تمام. اوكي. بصور انا؟ ايه بصور. قرب شوي هيك، قرب جنبي، قرب جنبي. تعال تعال جنبي. ها؟ اقعد جنبي. بس اختي انا بدي روح، يعني مستعجل. معلش بعت لي اياها على الانستغرام. انستغرام هلا ببعث لك اياها. تمام اوكي. في غيره شيء ثاني كمان؟ تمام بعث لك اياها. شكرا كثير، كثير بحبك، كثير كثير. تسلم. والله هذا من ذوقك. شكرا شكرا. صار جاري والله. يلا احنا هنروح. انت عم تجيبي ماشي وحاقد. بس حاسه في شوء على راسي. شو؟ ما بعرف شو. لا يا اخي ماشي والله. بعد ايدك هيك واحد قليل ادب. عم يتحركشني صار له ساعه. انا؟ ايه انت؟ وطي صوتك، العالم كلها حوالينا. بدي افضحكم. شو عم تحكي؟ بدي افضحك وانت كمان ما بتحكي ولا كلمه. طولي بالك يا بتحرك. بعد هيك ايش حكى معك؟ ايش حكى معك؟ صار له ساعه بتحركشني، صورني صورني مع موبايله كمان. انا صورتك. ايه ليك الموبايل. لك هي كذابه يا رجل. ليك شوف موبايله. لك كذابه. شوف موبايله. شوف موبايله. شو شو موبايلي؟ طلع موبايلي. لك ما انت قلت لي صورني موبايله. انا ما صورت موبايلي، صورني موبايلك انت. لك انت قلت لي صورني. لك احمد هاي انسانه طريقه تشارك وتحصل بالحديقه هاي لعند. لك انزل يا زلمه، والله العظيم بهدلتك يا زلمه. عم بتحركشني صور ساعه، عم بتحركشني صورني موبايله. مين انت الثاني؟ صورني موبايله. مين انت الثاني؟ كذابه كذابه. اختي هاي اختك؟ اجت اختك لعندي هي عم في المانا. لا انت كذاب، كيف بيجنك؟ والله هي كذبت علي. موبايلك. فرجيني موبايلك. لك يا اخي بس افهمك، بس يا انا بدك تفهم ايش بدك تفهم. هي طلبت مني تصور. لك لا تصرخي. لك شوي شوي. فرجيني تليفونك. فرجيني تليفون. هي طلبت مني تتصور يا اخي. ها هي ها. كيف طلبت منك؟ انت ليش انت ليش هذا انت ليش حركشت ثلاث ساعه ولا ممكن اتصور معاكي؟ وصورني موبايلك. كذابه والله كذابه. ما كذابه. فرجيني تليفون. لك لا تصرخي.
لك لا تصرخ انت الثاني لا بس انت فاهم بحكي لك لك انت شو عامل في الدنيا لا استاهل استاهل اكثر من سيلفي معنا مالها بشو متفقين انا وياه استاهل مقلب والله طب بعرفك شو لا تمزح معي لك حكينا بنعمل مقلب معك ايش بس شو مجربك شو المقلب معك مية مية راجع مية مية كفك 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 اكلتها اكلتها خلص اكلتها نايمن يا معلم شو والله اكلتها اكلتها نايمن خيي هذول شو اسمه نايمن ينضموا معنا الفريق كذا بس شلون معلم ايش معلم انت شلون طلبت مني الصور بالاخر حطيت برابطي طلع هاتي الكاميرا كنت تتعلم تعليمات انا بحمد ربي هذيك الكاميرا هذيك الكاميرا وهذا هاي كلينيك يا عم والله ما توقعت هلا انت هنادي اللي قلتي رح تيجي تصوري معي هنادي ما عرفتني؟ والله ما عرفتك الواقع غير ما مو اضرب لك ايش بدك يا ريتني ماني عرفانك لك ايش بدك احلى منك دخلك عرفتوني مقلبه ولا يوقف ايش بدك احلى منك ايش بدك احلى منك دخلك شباب انا الصراحه انت كثير زعجتني استفزيتني لدرجه بعتذر منك ايش بعمل لك جباري لازم مشي مقلب انا مشي مقلب انت شلون بتقولي لي انصوري بعدين بتقولي ايش بدك احلى منك مقلب مين طلع الفكره هاي؟ اخوك يهودي هذا تفكير اخوك محمد احمد على كل حال انا 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 انت انا بعتذرك بعتذر منك خيي مو انا انا حبيبي انا على دخلتكم معنا بدايه بدايه يعني خليني اتلبك والله ما ادري شو بدي احكي من هلا بس بما انه بلشتم مقلب رح انهيكم بمقلب والايام بيناتنا هاي الكاميرا شاهده يا شباب لهم مقالب هدول الجوز ما رح ينسوها بحياتهم واستنوا وانت اولهم عكلنا خلصنا من الفيديو ونروح ما ضل وقت لاني انا صار ساعه عم بستناه يا جماعه هو قال لي بروك هون على اساس جاي وصار له ساعه ترى عم ساوي خطه الندل لك كفي لك يا حبيب شو لك مره لك يزبط روح روح هنا نروح الاحوال هون كوصل لهيك فيديو لا تنسوا بدي الا بدي اقولها الا بدي اقولها تعال تعال قولها لا تنسوا لنا الشير ولايك وسبسكرايب الا بدي اقولها بدي اعيش الجو شو بدك معلم سبسكرايب بدي اعيش بحب اعمل جو انا شوفوا فقره توصل الفيديو للشير 3